تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تسلم أوراق المترشحين في انتخابات الرئاسة، وتقوم لجنة تلقي طلبات الترشح في الوقت الحالي بفحص جميع الأوراق المقدمة إليها من طالب الترشح والتأكد من استيفائها الشروط القانونية والدستورية والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. وللمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، إليك. نعم يوسف، تحية لك من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. بالفعل منذ الساعة 9 صباحا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في استقبال أي من المترشحين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة. وفي الساعة 1 بعد ظهر اليوم تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. كان بصحبة الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة. كان بصحبة أيضا عدد من أنصار من الوفديين ومن حزب الوفد، وحسب تصريحاتهم فقد أعلنوا أنهم يعني حصلوا على تزكيات من أعضاء مجلس النواب تجاوزت 20 تزكية، وهذا هو البند المنصوص عليه ضمن شروط قبول الأوراق. بالإضافة إلى كان أيضا بصحبته عدد أو آلاف من التوكيلات الشعبية من المواطنين من 8 محافظات، ولكنهم اكتفوا بتزكية السادة أعضاء مجلس النواب حيث أنهم استوفت الشروط، فكانت أكثر من 20 تزكية. وكما ذكرت يوسف في الخبر كان هناك نحو 27 تزكية، كان منهم 24 تزكية من أعضاء حزب الوفد من الذين هم في داخل مجلس النواب وثلاثة أعضاء من المستقلين. من المفترض أن تستمر عمل الهيئة اليوم لاستقبال أي من المترشحين الرئاسيين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وذلك حتى الساعة 5 مساء، ويستمر أيضا عمل الهيئة يوميا حتى 14 من أكتوبر. كانت قد فتحت أبوابها يوم الخامس من أكتوبر يوم الخميس الماضي وتستمر حتى 14 من أكتوبر. ومن المفترض أن تقوم بالبت في أوراق الترشح هذه في مدة لا تزيد عن 10 أيام، وفي يوم 16 من أكتوبر سوف يتم إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة الذين تقدموا بأوراقهم، وفي يوم 9 من نوفمبر سوف يتم إعلان القائمة النهائية. من المفترض أن يكون في تمام 5 مساء اليوم مؤتمر صحفي هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات، نتابعه معكم لحظة بلحظة. إليك يوسف. زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.